مرحبا بكم أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم. وإليكم هذا الخبر. أول استعراض روسي للبحر الأحمر. وإلى التفاصيل، نشرت روسيا اليوم الثلاثاء صورا لبوارجها المتمركزة في البحر الأحمر. يأتي ذلك بعد أيام قليلة على إعلانها نشر مدمرات في أهم الممرات البحرية لأول مرة في تاريخها. وتداولت وسائل إعلام روسية صورة للفرقاد الروسية مارشال شابو شنيكوف خلال رسوبها في رصيف ميناء مصوع بأرتيريا على الضفة الأخرى من البحر الأحمر. وأفادت تلك المصادر بأن رسو الفرقاد يتزامن مع تنفيذ الطراد الروسي زارياج دوريات في البحر الأحمر قرب جزيرة دهلوك في باب المندب. ويعد الانتشار الروسي هو الأول في البحر الأحمر، وجاء في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة موسكو وإعلان دول غربية نشر قوات على الأراضي الأوكرانية لمنع التقدم الروسي هناك. ألمحت صنعاء في وقت سابق على لسان نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر إلى وجود تنسيق لعبور باب المندب. ويرى الخبراء بأن قرار روسيا نشر بوارج في البحر الأحمر رغم أنه لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها له ارتباطات بالصراع الجيوسياسي بين المعسكر الشرقي بقيادة روسيا والصين والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، لا سيما وأن الانتشار في البحر الأحمر جاء في أعقاب مناورات تعد الأكبر في البحر العربي والمحيط الهندي شاركت فيها دول البريكس إلى جانب روسيا وإيران والصين. وصعد الانتشار الروسي في البحر الأحمر المخاوف من حرب عالمية في ضوء التصعيد في المنطقة والتي كان آخرها استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.